جدا على الكرة، لكن غياب الفعالية حتى الآن. هذه عرضية خطيرة أمام المرمى، تدخل أول دفاعي زازا على الطائر، يتابع ويسجل جول أول لمصلحة فالنسيا، أول أهداف اللقاء لصالح الخفافيش. سيموني زازا يوقع هدف الأسبقية، هدف الأفضلية لمصلحة خفافيش المستايا، يضع فالنسيا في مقعد المقدمة قبل مضي النصف ساعة الأولى من عمر اللقاء. كثرة المحاولات كان لابد أن تثمر برغم قلة الفعالية نسبة لكثرة المحاولات، لكن زازا أخيرا يسجل ويوقع ويقبل الهدية. كرة عرضية أبعاد غير موفق بالرأس، خطأ في إبعاد الكرة من جانب المدافع فرناندو النافارو، والهدف بتوقيع زازا على الطائر بالقدم اليسرى يصوب في الزاوية اليمنى، هدف افتتاح النتيجة، هدف افتتاح التسجيل في لقاء الختام لدوري الليغا الإسبانية لدوري موسم 2017-2018 هنا في ملعب المستيا. هذه الكرة، هذه الإعادة، وهنا زازا على يمين الحارس ماكسيم كوفار. خطيرة داخل منطقة الجزاء، فرصة هدف ثاني، كرة في الشباك. أخيرا ينجح غويدس في ترجمة الفرص الكثيرة، المحاولات العديدة لنادي فالنسيا، ويوقع هدف ثاني يؤكد بالانتصار قبل الأوان. يفرح معه جماهير المستايا مرة أخرى في لقاء ختامي في هذا الموسم. بدأ يأخذ الصبغة الاستعراضية ما بين الفريقين، المواجهة بدأت تأخذ منحى استعراضي ما بين الفريقين، وخاصة من جانب نادي فالنسيا الذي وقع هدف جميل. الهدف الثاني في لقاء اليوم لصالح الخفافيش بإمضاء غويدس، كرة رائعة بكعب القدم تهيأت لغويدس ليصوب صاروخية محكمة على يسار الحارس ماكسيم كوفال، تؤكد الأفضلية والأحقية لأبناء المدرب مارسيلينو تورال بالمركز الرابع في الدوري الإسباني لهذا الموسم. هذه الكرة بكعب القدم في غاية الروعة بالفعل، هدية مثالية ونهاية رائعة جدا بكرة محكمة على يسار حارس المرمى، يمينية هائلة من جانب غويدا، كان يعني خلف صناعة الهدف بصورة رائعة. الكرة بكعب القدم باتجاه غويدا، سوت عرضية خطيرة داخل الشباك، هدف تقليص الفارق بتوقيع البديل لوكاس بيريز. قلت قبل قليل مباراة بدأت تأخذ المنحى الاستعراضي، وبالتالي نشاهد فيها الفراغات، نشاهد فيها الاسترخاء الدفاعي من جانب الفريقين، خاصة نتحدث عن نادي فالنسيا.